السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم إيه؟ وحشنا كتير. يا رب يكون في المجموعة إن شاء الله الأمور ماشية كويس، ومن تقدم لتقدم بإذن الله مع بعض بمقترحاتكم بنحاول نعمل ريفريشمنت للجروب، وبنحاول نعمل كل ما هو جديد على قد ما نقدر إن شاء الله. النهاردة كنا نزلنا كده حالة من، معلش اتأخرت عليكم شوية، من 10 أيام على الجروب. كانت حالة يعني منقولش إن هي صعبة، لكن مش كومنلي تو بي ميت ويز، يعني اللي هي كانت عندها جينجيفال افكشن، جينجيفال سويلينج اند ريدنس اسوشيتد ويز سكين ليجن على النوز. الحالة دي زي ما اتعودنا مع كل الكلينيكال اللي احنا بنحاول نشرحه في اي مكان، يعني هو how to reach a diagnosis. how to reach a diagnosis ده بيبقى مهم جدا عن ال actual diagnosis، يعني بمعنى ان انا لازم اعرف اوصل ازاي كقاعدة عامة في الجلدية، مش فيما يخص الحالة دي بس. الحالة كانت عندها 55 سنة، في ميل عندها 55 سنة. ونبدأ بالهيستوري زي ما تعودنا دايما مع الحالات الكلينيكال، باخد الخطوات التشخيص، لازم الأول يبقى فيها هيستوري، بعد كده الكلينيكال دايجنوزيس اللي هو بيتكون من جزئين، الجزء البرايمري ليجن وجزء الديستريبيوشن، بعد كده اللي بخش على الانفستيجيشنز بحيث نشوف ايه الانفستيجيشن هتبقى مناسبة للحالة دي. طبعا ما بعملش انفستيجيشن الا بعد ما بعمل برايمري كلينيكال دايجنوزيس. يعني ايه؟ يعني لازم الاول، مش هحط بلايند انفستيجيشن، لازم اكون كونت بوسيبل ديفرنشال دايجنوزيس عشان ابدا اقول والله ده انا مثلا هحتاج بلاد انفستيجيشن، احتاج سكين بايوبسي، احتاج كذا، يعني حاجات كتيره جدا طبعا، انفستيجيشنز كتيره بس كلها بيزد اون ايه اللي انا وصلت له في الاخر، يعني في الكلينيكال ديفرنشال دايجنوزيس. عشان كده الكلينيكال ديفرنشال دايجنوزيس زي ما نشوف في الحاله دي مهم جدا، يعني لان مش حاله كلاسيك ولا تيبيكال، وظروف المريضه ما قدرناش ناخد بايوبسي بحيث نكونفيرم اور ديفينيت دايجنوز. عشان كده احنا بنهتم قوي بحته الكلينيكال، وان شاء الله الكلينيكال في الفترة اللي فاتت بدأنا دكتورة ياسمينة ودكتور محمد فوزي كلايف فيديوز، وفي اوبشنز تانية الدكتور ابراهيم بنزل بوستات ما شاء الله على طول، ودكتور ايمن عبد المقصود، دكتور هاني. فاحنا بننوع بين طرق توصيل المعلومة، الطرق اللي انتوا هتفضلوها احنا بنحاول بما يتناسب مع ظروف كل واحد فينا ان احنا ان شاء الله نوصل لافضل نتيجة. نرجع للحالة بتاعتنا. الحالة بتاعتنا زي ما اتفقنا عن في ميل عندها 55 سنة starting since 3 years، يبقى أنا عندي مش acute onset disorder، لا ده chronic onset with remission and exacerbation، يعني بيجي لها شوية الحاجات دي تزيد والحاجات دي تقل. الحاجات دي اللي هي عبارة عن يعني عندها بين في الأورال كافيتي، سواء related لل الجنجفا زي ما انتم شفتوها، او ريليتد للجوه، في لو انتم فاكرين، وان شاء الله برضه هنوريكم حالا ان احنا بنتعرض للحاله، في روجنز جوه في الانر شيكس وعلى السوفت بالات وكده. فهي يبقى على مستوى الهيستوري this is a chronic disease with gradual onset with showing a course progressive course with remission and exacerbation. يبقى ده أول نقطة في الهيستوري. تاني نقطة الـ main complaint is painful oral cavity. بالإضافة هي عندها ليجن على النوز. الليجن ده not so irritating here، لكن هي اشتكت منه إن أنا عندي الحاجة برضو دي على النوز، والحاجة دي تعباني ومضايقاها at least على مستوى الشكل، وإن كان بتقول في شوية burning sensation أو harsh. طيب كده خلصنا النقاط المهمة من الهيستوري. احنا كعادة ده جزء الهيستوري اللي هو الكومبلينت اللي هو الكورس اللي هو ريميشن واكزيربيشن اللي هو
طيب هل في حاجات تانية بنسأل عليها؟ اه المفروض في الهيستوري انا بسأل على الريزيدنسي، بسأل على الاوكيوبيشن، بسأل على الفاميلي هيستوري، بسأل على الباست هيستوري اوف دراج انتيك، في حاجات كلها. بس كل حالة according to my clinical primary diagnosis او الفيرست امبريشن ببدأ والله ايه اخد بالي من الحتة الفلانية دي، هسأل عليها اكتر لان انا متوقع ان المرض ده مثلا يبقى مرتبط بالاكيوبيشن، فلازم اسأل العيان عنها. مش بسأل روتين، يعني مثلا دي مثلا ست بيت، لكن مش المفروض اقول لها انت بتشتغلي ايه، لان انا مش متوقع مثلا الاورال كافيتي ريجن دي مرتبطه بعمل او كده، لكن ممكن. المهم بليز زي ما اتفقنا دايما الهيستوري دونت اجنور ذا هيستوري. ليه؟ لان الهيستوري جزء مهم جدا، مش احنا برانش جلديه جاست ان انا سي ذا ليجنز وخلاص ودايجنوز بيزد اون ذيس سينج اوف ذا ليجن. نو، انا عايز لازم اعرف كويس جدا الهيستوري، بيفرق معايا جدا في التشخيص كبارت اوف ذا دايجنوز، نوت اونلي ذا سول فاكتور، لكن مع بقيه الفاكتورز. فده بالنسبه للبيشنت الهيستوري بتاعها. طيب الكلينيكال ليجنز بقى، الكلينيكال ليجنز مهمه جدا. الجنجفال هي مش من الاماكن الشائعه اللي العيان بيجي لنا يشتكي منها، ممكن يكون بيروح اكتر للاسنان. اكيد العينه دي راحت لبتاع الاسنان، واكيد بتاع الاسنان قال لها لا this is not my case. في بعض الزملاء بتوع الاسنان بيقول اوكي ممكن تبقى his case او بيتراي ويز، لكن actually this is not related to the dentist. طيب ايه اللي عندي في الجنجفا؟ الجنجفا هنا البرزنتيشن بتاعها كان عباره عن، انا اول صوره جبتها، يا ترى فاكرين الصور ولا نحاول نشوف تاني؟ يا ريت حد يرد علينا لو فاكرين الصور وكده. الحاله كانت جايه ب ريدنس وسويلنج، يعني الاثنين مع بعض، يبقى swollen reddish gums او in other words hypertrophied gums associated with pain. طيب هل دي جاية في مكان معين؟ يعني كان جاية فقط في حتة في الجم، ولا all over all around؟ لا كان جاية all around، في كله. فيا ريت حد يقول لي كده من بعد اذنكم، ممكن تكتبوا هل انتوا فاكرين الحالات، ولا فاكرين الحاله قصدي الصور اللي انا كنت منزلها، ولا نحاول نوريها لكم تاني كده. على اي حال اللي برضه ما شافش معانا الحالات، انا عارف احنا بقالنا 10 ايام فتره اطول شويه، لكن هنحاول نشوفها كده نجيبها على اللاب. زي ما انتم شايفين الصورة كده واضحة لحد ما. شايفين يا جماعة الصورة واضحة ولا ايه الأخبار؟ زي ما احنا شايفين في العيانة، انا قلت لها تقفل بقها عشان يبان الجنجفة، في الأبر وفي في اللور جامز اللي قدامنا زي ما احنا شايفين رسمت السوريدش. طيب زي ما انتم شايفين في الصورة دلوقتي في أسهم، الأسهم دي كنت منزل الفايل الحقيقة على أساس تشوفوا الأسهم وتشوفوا الحاجات قبل ما نشرح على أساس مش نعطل نفسنا، لكن
يبقى انا عندي اول حاجه الريدنس والسويلنج موجود فوق وتحت، بس عندي في حتت بيضاء اللي انا مشاور عليها بالاسهم في الجم في الابر واللور، وبرده زي ما انتم شايفين هنا السهم مشاور على جزء من الجم، والدايره مشاوره برده على جزء من الجم. هنا الحتت البيضاء دي ما بارول ان دايجنوز، هنشوف مع بعض. احنا بناخد جزء بجزء، لان زي ما اتفقنا الكلينيكال دايجنوز مهم جدا في حتتين، البرايمري ليجن والديستريبيوشن، يعني العيان عنده ايه نوع الليجنز اللي عنده وايه الديستريبيوشن بتاع الليجن. فهنا العيان عنده اول حاجه الريدش الريسمتس او هايبرتروفايد ريسمتس جامز، ومعاها الوايتش ارياز دي او وايتش باتشز موجوده. طيب زي ما انتم شايفين دلوقتي على هنا برضو في سهمين، سهم عند الانر سايد عند الرايت سايد هنا في اروجنز، الحته الحمراء دي ده اروديد السكيم بتاع الميوكوس ممبرين فوق في السوفت بلد، و besides the teeth في الاخرانيين يعني هتلاقي فيه اروجنز. والسهم اللي على الشمال فيه حته بيضه كده ممكن تبقاش واضحه قوي في الصوره، لكن هي كانت superficial بله يعني. برضو لو انتوا شايفين فوق هتلاقوا فيه هنا زي ما احنا شايفين كده في في السهم، انا بشاور اهوت في اروجنز هنا كمان، يبقى دي الاروجنز ودي البله سوبرفيشال بولة. يبقى دي تالت حاجه كانت عند العيان بعد الرسمت السريدش جامز، عندي هنا مالتيبل اروجنز وعندي هنا كمان السوبرفيشال بولة دي. كمان عندي على الطنك حاجات بيضة كده زي ما انتم شايفين، الاسهم مشاورة وانا بشاور اهوت ب البوينتر على وايتش اريز على الطنك. الوايتش اريز دي الحقيقة مش بتوجع المريضة، لكن هي موجودة، هناخد بالنا من الحاجات دي، لان انا في النهاية الكلينيكال دايجنوز بتاعي بيبقى عبارة عن تجميع فايندنج مع بعض، مش مجرد فقط حاجة. وهو ده الجزء المهم من basics of dermatology diagnosis، ان انا بعد ما باخد good history بحاول اعمل interpretation of the finding، يعني اذا اقدر اجمع ال findings دي مع بعضها بحيث اقدر في النهاية اوصل لل final diagnosis، ولا هحتاج اعمل investigation to اوصل للديفنت دايجنوز. فهنا بالنسبه للحته بتاعت التانج في وايت سباتشز زي ما شايفين، يمكن انا قربت اكتر الكاميرا اهوت، والسهم اللي احنا شايفينه اللي انا مشاور بيه والبوينتر ده مكان الاروجن اللي قبل كده، مكان البله سوبرفيشال بله الاسبوع اللي بعدها جت علينا وكانت ايه سايبه الاروجن ده. العيانه ذا سيم تايم كان عندها ليجن على النوز، الليجن اللي على النوز زي ما معظمكم شخص الحقيقه ده كلينيكال دايجنوزيس مور اور ليس ستريت فورورد دايجنوزيس. لو عندي هنا برضو كرونيك هيستوري بقاله مور ذان 1 يير ويل ديفايند ريسيمتس باتش او سلايتلي اليفيتد بليك الحقيقه يعني، وفي البوينتر مشاور على الادرنت سكيلز وفي سنترال اتروفي، وفي هنا برضو يعني الى حد ما تلانجكتيزيا زي ما انا مشاور عليها كده بالبوينتر، يعني دي مور ليس ستريت فورورد دي ال اي. سو يبقى انا دلوقتي بعد ما خدت الهيستوري هبدا احلل الكلينيكال فايند.
كلينيكال فايندنج اللي انا لقيتها بنسميه الاوبجكتيف اكزامينيشن. الاوبجكتيف اللي انا شايفه بنفسي اللي هو كان ريد السيمتس جام اسوشيتد ويز بين ريد سوالينج جامز، نمرة اتنين مش مجرد الجامز بس اللي افكتد، لا ده معاه اروجن ومعاها كمان سوبرفيشال بلة، وشفناها تاني أسبوع كانت سايبة الأروجن. يبقى معانا دلوقتي، وكمان لقينا التانج فيه شوية وايتش باتشز نوت بينفول وبقالهم فترة طويلة. سو ايه الكلينيكال بوسيبيليتيز اللي قدامي، ان انا قبل ما اقول هعمل ايه انفستيجيشن، وايه اللي ممكن او يعني احطه لو عايز اعمل انفستيجيشن، ايه اللي ممكن احطه للزميل بتاع الهيستوباثولوجي، اقول له والله اعمل لي ديفرنشال دياجنوز كذا. فممكن كده نسمع منكم عفوا، يا ريت كده حد يكتب لي. انا عارف انتوا هي عملتوا ديفرنشال دياجنوز كويس جدا، بس يا ريت احنا برضو بنحاول في اللايف ان احنا نعمل نوع من انواع الدسكشن عشان نقدر نوصل من خلال التفكير. يعني الحقيقة المناقشة دايما تثري الدسكشن بتاعة الحالات الكلينيكال. اتقال فيها ديفرنشال دياجنوز كتير، من ضمن الديفرنشال دياجنوز اللي اتقالت ان ده اللي جوه ده ديسكوميتيف جينجيفايتس. هو مقصود بالديسكوميتيف جينجيفايتس، this is a term which may be present in more than one disease، لكن اشهرهم بالنسبه لنا في الجلديه هو لايكن بلانس. عندنا حاجات تانية فيها ديسكوميتيف جينجيفايتس زي مثلا ميكوزال بومفيجويد. في بعض زمايلنا واساتذتنا قالوا ان ممكن تكون ديفرنشال دياجنوز بتاعنا ميكوزا البنفيجويد او سيكاتريشيا بنفيجويد، وطبعا ده فيري جود ديفرنشال دياجنوز. في حاجات تانية اتحطت ديفرنشال دياجنوز للحالة برضو، زي ان تكون دي حاجة ريليتد ل الاسنان. بس في حاجه مشهوره في الاسنان احنا مش بنتعرف مش بن مش بنتعرض ليها احنا طبعا كدرماتولوجيست، بس لازم نعرفها بمناسبه الحاله دي، حاجه اسمها جنجيفال بليك، اللي هو برضو بيبقى فيه رسيمه قديمه، بس دي ديو تو باد اورال هايجين، وبتبقى موستلي في الجنجيفايتس وزاوت اسوشيتد بينفول ليجن. زي دكتوره علا بتقول اوروزيف لايكن بلانس، هو ده ديفرنشال دياجنوز كويس جدا يا دكتوره علا، لان لازم انتربريتيت الحاجات اللي عندي. يعني هو ده الشطاره بتاعتي على قد ما اقدر ككلينيشن، مش هقدر اقول ده ديفينيت دياجنوزيس، لان احنا ما قدرناش للاسف ناخد بايوسي من المريضه دي. ان انا احاول انتربريت عندي انا هنا وايتش ليجن على الجامز وبالاضافه للرسيمه والاديمه. نرجع كده مع بعض شويه. زي ما اتفقنا احنا كان معانا دلوقتي الفايندنج، هنرجع نقولها تاني: swollen reddish gums، نمره اتنين erosions multiple erosions مش جاي في السايتس المشهوره بتاعه الاوروزيف لايكن اللي هي في اللور ليب، ده الموسكومن سايت، لكن اني سايت كان بي انفولفد. نمره 3 معايا وايت ليجنز على التانج، نمره 4 معايا سوبرفيشال بول. دكتور اثار بتقول فرانشال دياجنوز جميل جدا اللي هو اوفرلاب سندروم، هي اكيد طبعا تقصد زي ما ناس كتير من زمايلنا قالوا ان دي لايكن بلانس دي اللي هي اوفرلاب، وده طبعا ديفرنشال دياجنوزز يعني هو الموست اكسبتبل كلينيكال ديفرنشال دياجنوز. واحنا هنحاول نقول حالا واي، ليه احنا فكرنا في التفكير ده ات ذا كلينيكال ليفل، ليه؟ لان ما اقدرش لو اي حد
من حضراتكم او من اساتذتنا قال لا انا اوبجكشن، انا بعترض على التشخيص ده، ومن حقه ليه، لان ما خدش سكين بايوبسي وما خدش ديفينيت دايجنوز، لان انا من ضمن مثلا الديفرنشال دايجنوز المهمه اللي اتقالت ان يكون عندي ميكوزا بنفوجويد. عشان اقول ميكوزا بنفوجويد I have to take بايوبسي، ومش بايوبسي بس، لا ده كمان عاملاها دايركت امينو فلورسنس، فده ما تمش. وبالتالي هيبقى المناقشه بتاعتنا على ان انت يعني ايه كلينيكال دايجنوز. وزي ما اتفقنا في بدايه الفيديو ان انا مش قصتي الديفينيت دايجنوزس قد ما انا عايز اتعلم ازاي اوصل للحالات ككل. في برانش بتاعنا الجلديه، البرانش اللي هو فيري انترستنج، البرانش اللي هو دايما فيه كل يوم جديد. يعني الحقيقه قبل ما نخش البرانش ما كناش متوقعين ان هو يبقى فيه القصه دي. عشان كده لما جمعنا الداتا مع بعض لقينا فيه اروجنز، لقينا فيه وايتش باتشز على الطنج، ولقينا فيه وايتش باتشز على الجنجفة نفسها اللي احنا شفناها وورناها لكم في اول الفيديو، ولقينا فيه دي ال اي. الحقيقه منطقي جدا لازم افكر في روزيف لايكن، وخاصة لو العيانة عندها اتش سي في، لكن مش شرط. حتى لو مش عندها this is not an absolute correlation، يعني ممكن يبقى موجود ممكن يبقاش موجود، لكن لو موجود بيرجح شوية. روزيف لايكن في ايتمز الاروجنز، في الوايتش باتشز. ما كانش العيانة دي عندها تيبيكال وايتش ستريكس، لو كان عندها تيبيكال وايتش ستريكس على الانر ميكوزال سيرفيسز كنا قلنا فور شور دي this is a definite diagnosis of روزيف لايكن without any كمان بايوبسي يعني. لكن الحقيقه بس انا عندي وايتش باتش، الوايتش باتشز لما الاقي الجنجفا سوالن و سوالن وريدش وعليها وايتش بس لازم وعليها وايتش ليجنز زي ما شفتوا في اول الصور، يبقى ده تفكير كويس جدا. الدكتوره نهله عبد العزيز برضو بتقول كلام جميل جدا، ميبي بولس لوبس سبيشالي اوف اف بيلس. تفكير دكتوره نهله جميل جدا، تفكيرك جميل جدا دكتوره نهله. ليه؟ لانك انت فعلا حاولتي تعملي انتربريتيشن للفايندنج، ان انا عندي بولي، والبولي ممكن تبقى موجوده في البولس السيستميك لوبس، وعندي لوبس بره اللي هو دي ال اي، فايه المانع ان يكون ان هي مش اوفرلاب ولا حاجه، ولا لايكن بلانس اوفرلاب سندروم؟ لا ده دي ممكن تكون لايكن بلانس از a part of the systemic lupus disease. وعشان كده انا بقول لكم قولوا رايكم وخش في الدسكشن. فعلا حته قالت حته جميله يمكن ما شفتهاش انا في الكومنتس بتاعتكم على الحاله، لكن ده تفكير جميل جدا. وهي قالت كمان زودت قالت especially if painless. وهي الحيل التفكير كويس، وهو ده اللي مطلوب مننا، ان انا دايما ايه اشغل السكيلز اللي عندي، ان انا الاقي فاندنج، مش اعمل جاشنج على طول واتسرع واقول الدايجنوز الفلاني. فانا عندي كانتربريتيشن ذيس از ا جود ديفرنشال دايجنوزس، بس الحقيقه يا دكتوره نهلا الايه الليجنز كانت بينفول جدا، وهي جايه تسال عارفه لو الليجنز مش بينفول العيانه مش هتيجي اصلا، لان دي مش حته كوزموتيك قوي باستثناء طبعا الريدش سوالن جام. لكن لو الليجنز مش بينفول البيشنت دي ما كناش شفناها اولموست، يعني كنا ممكن نشوفها عشان دي ال اي. وبالتالي ده فيري جود ديفرنشال دايجنوز، يبقى ده معانا الديفرنشال دايجنوز اللي اتقالوا الميكوزال بنفوجويد. جنجفال افكشن في الميكوزال بنفوجويد يعني كسول ايجنت، كحاجه مكان وحيد متاخد، فيري رير، فيري رير ان هو تيجي ميكوزا بنفوجويد اونلي ان ذا جنجفا. بس مشكلتها هي ريبورتد. الحقيقه انا برضو قبل ما اخش على الفيديو اليومين اللي فاتوا كده حاولت اعمل ريفريشمنت للمعلومات ونخش على اللي موجود في البيبر وجوجل وكده، لقينا ان الفيري رير ريبورتد ميكوزا بنفوجويد از جنجيفايتس اونلي، وكان نوت بي دايجنوزد انليس باي دايركت اميونو فلورسنس وهيستوباثولوجي. فكلينيكالي صعوبتها بتبقى ايه هنا بقى؟ العيان معهوش التيبيكال ميكوزال بنفوجويد اللي هو بيعمل سيكاتريشيال
ليجنز اللي هو بيجي مثلا في الميوكوس ميمبرين في الاورال كافيتي او بيجي اراوند ذا اي والسكتريشن في جود اوف ذا اي وان اوف ذا امبورتنت سايتس. واحنا يمكن في اخر ميتنج شفنا مع بعض حاله سكتريشن من فجوات اراوند ذا اي في شارم ديرما. كان عشان كده الكلينيكال دايجنوزيس بتاع الميكوزا البنفجويد از اكسبتابل ديفرنشال دايجنوزيس، بس ديفينيتلي ما كانش في ايه في امكانياتنا، لان ما قدرناش ناخد العينه بايوبسي، ولا بالتالي ما قدرناش نعمل دايركت اميونو فلورسنس، الحقيقه هو مش افيلابل. لكنه تفكير جميل جدا ناخد بالنا، يعني هو السكتريشن في جوز نوت كومن بريزنتيشن ويبقى صعب قوي لو جه. طيب ايه الجينجيفال افكشن تاني؟ ما انا لازم اعرف ما دام دخلنا في حاله جينجيفال اسوشيتد ويز كلينيكالي ديفينيت دايجنوز دي اللي ايه. دكتور علاء بيقول ديفرنشال دايجنوز ليوكوبليكيا اورال سراش اورال لايك امبلانس، ده كلام جميل، بس اليوكوبليكيا كان بي ايزلي اكسكلودد دكتور علاء من خلال ان ليوكوبليكيا is not associated with gums swelling ولا recent hypertrophy of the gums، وبالتالي مش مجرد لون بيبقى لون وخلاص، لو مش حصل فيه secondary ulceration مش هتوجع. انا عندي هنا erosions definite erosions واضحة جدا زي ما قلتها لكم، والبول لما حصل لها رابشرنج برضه ثابت superficial painful erosions هي دي، وبالتالي احنا بره القصة. oral thrush لو خدت التانج بس زي ما اتفقنا الليجنز اللي كانت على التانج اطلاقا مش بينفول، ومفيش اورال سراش وزود بين، لا اورال سراش ماست بي بين. والاضافه لنقطه مهمه جدا، ما دام قلت اورال اكيوت كانديديز سو ات ماست بي اكيوت، مفيش في الاورال سراش باي ذا نيم اللي هو الاكيوت سودو ممبرنس كانديديز، في طبعا عندنا كرونيك كانديديز وكده، لكن هنا الوايت باتشز على الليجن اللي كانت على التانج ما كانتش بتوجع. وعشان كده دايما الربط المعلومات ببعضها وربط الفايندنج ببعضها مهم، دي بتخلي تحريك المايند ان احنا بنحاول نجمع المعلومات، بنحاول نربط الحاجات ببعضها بحيث نصل الى the most acceptable differential diagnosis، مش هنقول the definite clinical diagnosis، لا. وده مطلوب مني ككلينيشن، ان انا والله ايه وسعت الدايره بتاعتي بحيث حطيت acceptable differential diagnosis، ابدا اشتغل عليها على مستوى الانفستيجيشن وابدا اشتغل عليها على مستوى التريتمنت لحد ما اوصل لديفينيت دايجنوزس، وبالتالي اتارجت البيشنت بتاعي كويس على مستوى التريتمنت يعني. فاحنا هنا هنبدا نشوف الجنجفا اندرماتولوجي، يعني طبعا هو ده مش التارجت بتاع الفيديو، لكن الحاله تستحق ان احنا نعدي عليها، تستحق ان احنا نعدي عليها. ليه؟ لان معايا انا جنجيفال افكشن اللي هي ريدش سوالينج جام، هي الحقيقه معانا مور ذان كلاسيفيكيشن، بس عشان مش نتوه قوي هناخد بس كلمتين سرعه كده عليها. انا عندي في الانفلاماتري تايب اللي هو ريليتد لزمايلنا بتوع الاسنان، بنسميه انفلاماتري تايب acute او chronic. it is solely او exclusively related to the oral hygiene، ومجرد ما الاورال هيجين بتتظبط خلاص هو بيبقى عباره عن reddish swollen gums، مش لازم تكون all over زي حالتنا، جزء من الجم بس بنسميها البليك. طيب drug induced، drug induced دي يا جماعه مهمه، وان كان ما بنشوفهاش كتير لان الدراجز اللي بتعملها مش بنستعملها كتير. يا ترى حد ياخد باله ايه من الدراجز اللي بتعمل جام هايبرتروفي؟ حد يفتكر عنده معلومة في بعض الأدوية اللي بنستعملها في الجلدية؟ طيب يعني عشان برضو مش نعطلكم وكده، احنا معانا الدراجز المشهورة ثلاث حاجات، السايكلوسبورين اللي كان دكتور محمد بيشرحه، ده الحقيقة لنا معاه وقفات ولينا معاه وقفات في زيارات المستشفيات وفي الميتنج بتاعنا، الحقيقة احنا ان شاء الله مستنيينكم في دمياط يوم 4/7، زمايلنا في دمياط وكل الزملاء القريبين منها هيشرفونا وينوروها. دكتور ايمن فاروق
اهلا بيك يا دكتور ايمن، منور الدنيا. الفينايتوين فعلا هما الثلاثه دول، سايكلوسبورين، نايفيديبين اللي هو الكالسيوم شانل بلوكرز، والانتي كونفالسنس زي ما دكتور برضو اسلام قال الفينايتوين. صحيح دول بيعملوا جام هايبر، بس احنا مش بنحتك بيهم كتير لسببين. السبب الاولاني الادويه دي مش بنستعملها كتير. السبب الثاني ان العيان لو حصل له جاست انلارجمنت وزود بين، غالبا هيروح لايه؟ لدكتور الاسنان. دكتوره ناهد ديب، دكتوره رشا قالت سايكلوسبورم فعلا، دكتوره حنان المرسي اهلا دكتوره حنان فعلا قالت سايكلوسبورم، هو ده مهم. فناخد بالنا، ده معلومه باي ذا واي عشان ايه، ناخد بالنا من الديفرنشال دياجنوز بتاع الجنجيفايتس او هايبرتروفايد سوالينج كامز. بعد كده ايتم تاني اسمه الانلارجمنت او الهايبرتروفي اسوشيتد سيستميك ديزيز، يعني زي لو اعتبرنا هم بعض التقسيمات بتقسم حاجه اسمها كونديشند ونون كونديشند. كونديشند يعني في اوقات معينه او اماكن معينه زي البريجنانسي، ساعات اتسيلف بيبقى اسوشيتد ويز هايبرتروفايد جام، ديورينج ذا بيوبرتي، فيتامين سي ديفيشنسي، بلازما سيل جينجيفايتس، ولو بايجينيك جرانيلوما جت في المنطقه دي هتعمل، بس هتعمل طبعا لوكالايز نوت جنرالايزد زي حالتنا. حالتنا مميزه جدا ان هي واخده كله، ودي من ضمن الحاجات اللي بتبقى مهمه في تشخيص اللايكن بلانس. لما الميكوزا بتاعت الجنجفا اللي هي ديسكوميتيف جينجيفايتس بتتاخد في اللايكن بلانس بتبقى all the gingiva is almost taken. برافو عليك يا دكتور اسلام. دكتور اسلام قال من ضمن الكوزز اللوكيميا اللي هي نون كونديشند انلارجمنت. بقى اللوكيميا من الحاجات المهمه، بس برضو احنا مش بنحتك بيها كتير لانه احنا مش بنبقى البرايمري فيزيشن اللي بيتعامل معاها، هي بتروح طبعا للزملاء بتوع البطنه او بالذات بتوع الاورام. لكن يا برافو عليك فعلا احنا ناخد بالنا اللوكيميا مي بي اسوشيتد. اوكي هي مش بنتعامل معاها احنا كدرماتولوجيست كتير، بس احنا معانا فرصه النهارده ان احنا نتعامل مع الجنجفا. ف باي ذا واي دي مش بتتشرح كتير في المؤتمرات الحقيقه، مش بتتشرح كتير في حتى ايفن في الجامعات، الناس اللي بتقول الماجستير اللي بتاخد ماجستير او ايفن حتى دكتوراه، مش من الاماكن المطروقه ديو تو ذا لو انسيدنس اوف كيسز اسوشيتد ويز جنجفال انفولفمنت. فدكتور علاء برضو بيقول فعلا من بي 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 اندوكراين كوزز زي اللو استروجين والهايبوثايرويديزم. ممكن التيومرز بقى في الاخر، يعني ممكن برضه على فكره من عندنا من الحاجات اللي بتعملها بس مش كومن، اللي هي الساركويدوزس لو خدت الجينفا ممكن تعمل، او الجرانيولوماتس ديزيزز من ضمنها الساركويدوزس والفاجنر جرانيولوماتوزس. بعد كده جينفال تيومرز، بس دي طبعا تبقى لوكالايزد ومش هتجيلنا زي ما اتفقنا، لان ده عاده العيان ده بيروح للزملاء بتوع الاسنان سواء بيناين تيومر او مالجنان تيومر. طيب خدنا احنا كده سريعا على الكوزس اوف جنجيفال هايبربليسيا، هنشوف بقى الديرماتولوجي. عايزين نركز يا جماعه عشان في حاله مهمه احنا بنتقابلنا كتير وبعض الزملاء بتعدي منهم وبنغلط فيها. فناخد وات ار ذا كومن كوزس اوف جنجيفال هايبربليسيا او ريديش سوالين جامز ان ديرماتولوجي. اول حاجه اللي قلناها من دلوقتي حالا لايكن بلانس. تاني حاجة اللي قلناها في الديسكشن بتاعنا ميوكوزا البنفيجوي. لكن موركم وتالت حاجة قلناها برضو في الديسكشن حالا الدراجز زي السايكلوسبورين زي ما زمايلنا كتير قالوا، والفينايتوين او الانتي ابليبتكس. طيب في حاجات اهم منه، قلنا الساركيدوز والبايجين جرانولوما والفيتامين سي ديفيشنسي، كل دول موجودين في اثناء الديسكشن، هنرجع نقولهم تاني. لايكن بلانس، ميكوزا البنفيجويد، دراج انديوز زي سايكلوسبورم، ساركويدوزيس رير، لكن نعرف ان بايجينيك جرانولوما ممكن تيجي في السايد ده، ممكن تيجي في اني سايد زي ما اتفقنا. فيتامين سي ديفيشنسي الكومن عندنا نسبيا، يعني هي كده كده الجنجيفال افكشن از نوت كومن بريزنتيشن، لكن لايكن بلانس ذا موست كومن. يا ريت عادي حد يقول لي ذا موست كومن، هنديكوا فرصه نفكر فيها. الجنجفا افكشن كومن
not so rare. Yeah, not so common but not so rare. لكن بتيجي أكتر من أي حاجة من اللي إحنا قلناه. acute disorders associated with gingivitis. يا ريت كده يا جماعة نسمع حد يفكر لنا في differential diagnosis قبل ما نخلص الفيديو. دكتور محمد قايد بيقول recurrent abscess stomatitis أو conduct dermatitis. دي إيه بقى يا دكتور محمد؟ دي causes of gingivitis. طيب أنا عايز ردا على السؤال, what is the common cause أو most common cause عندنا في gingivitis في الجلدية وما قلناهوش أثناء الدسكشن؟ acute condition associated with constitutional manifestation. أنا بقرب لكم الدنيا اهوت. associated with constitutional manifestation تيجي في الأطفال أكتر, تيجي في any age الحقيقة, لكن most common presentation بتاعها. أدي دكتورة فاطمة منورة. الموست كومن بريزنتيشن بتاعنا في الاطفال. دكتوره علا, ستيفن جونسون سندروم. ستيفن جونسون سندروم برافو عليكي, بس مش هو ده اللي انا اقصدها, لان ستيفن جونسون سندروم may take the gingiva but not common. The most common presentation يا دكتوره علا في الستيفن جونسون سندروم is the lips, وممكن تاخد الاروجن جوه, لكن الجنجفه itself كمان بريزنتيشن نو. دكتور ايمن فاروق بيقول كواساكي جنجفا ميوكوزال افكشن ان كواساكي از بارت اوف ذا ديزيز. اوكي, ولكن نوت ذا مين بريزنتيشن دكتور ايمن, مش هو ده اللي انا اقصدها. وان كان الميوكوزال افكشن في الجنجفا مظبوط. احنا دلوقتي وصلنا الدكتور محمد قايد بيقول هيربانجينا او هيربانجينا على حسب بعض الناس بتنطقها. ده انت قربت جدا. واللي جاب الدكتور علاء بيقول كونتاكت ستوماتايتس. كونتاكت ستوماتايتس مش كومن بريزنتيشن, لكن معانا ديفرنشال دياجنوز كويس اتقال اهوت. دكتوره ابتسام الديب, اهلا يا دكتوره ابتسام. فعلا هي هيربس, بس وات تايب اوف هيربس بقى؟ هيربس فعلا, ذيس از ديفينيت دياجنوزس اللي انا اقصده اللي احنا ندور عليه, عشان دي يا جماعه بيحصل لها ميسنج. والحقيقه انا مش عايزه برضه, دكتور حنان المرسي بتقول هيربيتك صح, هيربيتك جنجفايتس. مين قال هيربيتك جنجفايتس؟ دكتور مريان مظبوط قال هيربيتك جنجفايتس. دي بقى اللي بنسميها ايه يا دكتوره مريان؟ اللي هي اللي انا اقصدها جنجفو استوماتايتس, اللي هي برايمري وان تايب اوف ذا برايمري سيمبلكس, لان الهيربس سيمبلكس زي زمايلنا اللي كانوا بيحضروا ماجستير او دبلوم او دكتوراه بيعرفوا ان الهيربس سيمبلكس له تو تايبس اوف بريزنتيشن, برايمري وسكندري. في كذا نوع من البرايمري هيربس سيمبلكس, من اشهرهم والموست كومن تو ميت ويز الهيربيتك ويتلو والهيربيتك جنجفوستوماتايز طبعا والكلاتو كونجنكتيفايتس, برايمري جينيتال السر او برايمري جينيتال هيربس. يعني ده سريعا كده معلومه باي ذا واي لكن استفيد منها. في اكتر حد من الزملاء قال فعلا هيربيتك, وده برافو عليكم جميعا. وبرده هاند فوت ماوس ديزيز دكتوره رغده از ا جود ديفرنشال دايجنوز بات ات بريزنتس ان سوبرفيشال السرز او فيزيكلز, اشوفها انتكت او اشوفها سكندري. انما هنا الجنجفا هنا بتبقى انفولفد. انا هوريكم حاله, فمش عايزين ننساها يا جماعه. طب هاو تو دايجنوز هيربيتك جنجيفوستوماتايتس؟ دونت ميس هيربيتك. هاو تو دايجنوز؟ نمره واحد سادن اونست, حتى مش جاست اكيوت, بمعنى طفل صغير مع مامته جايه لك تكشف تاني يوم, مش هتستنى. دي ده ديزيز كانوت بي تولوريتد, يعني الام جالها النهارده هيربيتك جنجيفوستوماتايتس ابنها, هتيجي تكشف على طول بكره, ممكن تروح لبتاع الاطفال, ممكن تجي لنا ايا كان. يعني ليه؟ لان العيان مش بيبطل اول حاجه سخن associated with constitutional manifestation, sudden onset associated with constitutional manifestations in the form of fever, headache, malaise with opened mouth with frequent dribbling. العيان على طول فيه dribbling جامد من
السيفير بين هو فاتح بقه ليه على طول عشان عنده مالتيبل سوبرفيشال السرز. المالتيبل سوبرفيشال السر بتاعت الستوماتايتس دي وبتاعت الجينجيفايتس بتبقى عباره عن البرايمري ريجن اوف هيربس ايه، هو عباره عن فيزيكال. الفيزيكلز دي بتبقى رابيدلي رابشرنج على فكره، وبتديني سوبرفيشال السر سيميوليتنج اكزاكتلي افسس ستوماتايتس. بتبقى شكل الافساي بالظبط بس مالتيبل نيومرس و sudden onset associated with constitutional manifestation severe pain. العيان مش عارف يرضع، مش عارف ياكل، مش عارف ينام. فده كاركترستيك ايه؟ بريزنتيشن. الهيستوري جو مهم جدا كجزء منها. حط في بالك وانت بتشوف الهيربيتك جنجيف ستوماتايتس غالبا مش هتشوف الايه؟ مش هتشوف الانتكت فيزيكالز. امال هتشوف ايه؟ هتشوف الحاجه اللي انا هوريها لك اهوت. دي صوره احنا نشوفها حالا. شايفين يا جماعه ده الطفل الصغير اهو فاتح بقه، الجنجفا واضحه ولا لا؟ واضحه جدا، سوالن كلها مش حته بحته، سوالن وريدش خالص. وايه بقى الفيزيكلز هنا؟ الفيزيكلز مش باينه. امال ايه اللي بيبان؟ بيبان افسس لايك اللي انا مشاور عليها بالبوينتر، افسس لايك ستوماتايتس اهي اللي هي سوبرفيشال ألسريشن ويز يلوش او وايتش فلور. هنا باينه على الطنج على وهنا باينه كمان هيت على اللبس وهنا. والصوره اللي بعدها شايفين ادي الجنجفا واضحه جدا، ده انذر فيو. وادي المالتيبل سوبرفيشال السرز وهنا وهنا. شوف الجنجفا والوفر بس ايه، مش زي العيانه بتاعتنا. العيانه بتاعتنا مش سوردش كده، الاولانيه بتاع الاوفرلاب سندروم حسب الكلينيكال دايجنوز. لا هنا العينه سو ريدش سو سيفير سو اكيوت اند اسوشيتد وذ سيفير بين سيفير تريبلينج كونستيشن مانيفستيشن. واضحه اللي انا مشاور عليه دي سوبرفيشال اسس مكان اللي ايه البيزكنز اللي موجوده. وهنا برضو يبقى ده العيان بتاع الايه الهربيتك جينجيفايتس ستوماتايتس. ليه انا قلت الجنرال ان ده وان اوف ذا موست امبورتنت، يعني اهم من الحاله اللي انا عارضها الحقيقه. يعني دي بنسميها كلاسيك بريزنتيشن اوف هيربيتك جنجيف ستوماتايتس، هي بتفلت مننا. فالهيستوري اللي انا قلته ده مع الصور اللي شفناها مع بعض لو جات لك على طول هتخش بايه؟ هنديه ايه يا جماعه؟ لازم اديله سكارلت فيفر. دكتور حفيظ سكارلت فيفر الحقيقه مش بيعمل جنجيفايتس. العيان ده لازم ياخد مش سيمتوماتيك تريتمنت. ده خلاص انا شخصته، ده مش هستنى ان انا يعني اعمل له مثلا اخد منه دم واعمل له اشوف الاي جي ام فور انتي هيربيتيك يعني انتي بوزز بتاعت الهيربس سيمبلكس واستنى التشخيص يطلع لي من المعمل ده متوفر مش متوفر. لا ده انا شاكك في هيربيتيك جنجيف ستوماتايتس، هاف تو ديل immediately. يعني ايه immediately؟ يعني لو انتوا حتى لاحظتوا في الكلمه لو انا شاكك. يعني ايه لو انا شاكك؟ دايما قاعده عامه في الانفكشن بالذات لو انا لوحدي قاعد في ان ماي برايفت او في يوم في المستشفى مش معايا حد اكبر مني او انا مش ديفينتلي هقدر اخد راي حد تاني بسرعه، دايما لو انا شاكك فايرال ولا مش فايرال، لا او انفكشن او مش انفكشن، لا ديل از انفكشن وبعد كده re-evaluate your diagnosis and consequently your treatment. زي ما الدكتور علا بتقول هدي specific antiviral على طول. specific antiviral الموجود وموجود in syrup forms طبعا هو الاسايكلوفير، والدوز المعروفة بتاعتنا من 15 ل 20 ملي جرام. معظم السايتس او اسف السورسز 20 ملي جرام بير كي جي، لكن حتى ايفن 15 بس طبعا ايه بير كي جي مش بير داي، بير دوز. بير دوز لازم هديله زي ما الدكتوره ناهد بتقول، زي ما الدكتوره دينا القطان بتقول، اي سبيسيفيك انتي فايرال. هنا ان بعض الزملاء بيجي الحاله دي ويبدا يعالج بقى بايه، بماوس جرجلز مش عارف الكلام ده كله نون سبيسيفيك اوف نو فاليو ات اول. دكتوره علا بتقول بلاس سترويد ذيس از ا كونتروفيرسال ايشو، يعني في ناس تقول اوكي
انا ممكن ادي الاسترويد عشان يقلل انفلاميشن، بس بشرط يا دكتور اقولها، لو هدي الاسترويد نفس فكره هيربي الزوستر، في ناس تقول ادي استرويد او ما اديش، او هدي استرويد اي ماست بي كفرد ويز انتي فايرال، كان في شد استرويد لوحده عشان ما يعمليش اكزازربيشن. اخر حاجه بالنسبه للهربيتك جنجيفوستوماتايتس والموضوع بتاعنا، ان ممكن يجي العيان في الكبار، او ممكن بعض الزملاء او الزميلات اللي حضروا معانا قبل كده، انا وريت لكم سيفير جنجيفوستوماتايتس ان ادلتس، بس غالبا مش بتيجي في الادلتس العاديه ابدا، لازم ماست بي اميونو كومبرمايز ديو تو ديزيز ديو تو دراج ايا كان. وبالتالي دونت اكسكلود هربيتك جنجيفوستوماتايتس، تقول لا دي مش بتيجي الا في الاطفال بس، ده هو ده الكومن ده برايمري، ايه اللي يخليها تيجي لنا في الكبار كده؟ لا بتيجي في الاميونو كومبرمايز. دكتوره منى بتقول can you tell us a typical clinical presentation of herpes simplex، يعني عايزه الهربس سيمبلكس ككل يعني في محاضرات قادمه. على اي حال يا جماعه، ان شاء الله برضو في بوست هينزل قريب خالص، ان احنا هنبدا معاكم باذن الله يعني عشان نبقى محاوله التنويع، يعني ربما الحاله دي شويه كانت صعبه، لكن هي الحقيقه استيميليت ديسكشن، وانا اتبسطت جدا من ردودكم سواء اثناء اللايف فيديو او طبعا اثناء البوستنج على المجموعه. ديفرنس جنوس كان رائع، كل اللي في الحاله اتقال فعلا، لكن هي ادتنا فرصه ان احنا نراجع حته مش كومن اللي هي الجنجيفا اند درماتولوجي والكومن بريزنتيشنز ان اند جنجيفايتس اند درماتولوجي والجنجيفايتس او الجنجيفال انلارجمنت كصوره عامه، ادتونا فرصه ان احنا نقراها ونراجعها تاني. لكن اللي انا بقوله قبل ما نختم الفيديو، ان شاء الله يبقى فيه محاوله ل زي ما الدكتور محمد فوزي قال لكم في البوستات بتاعته، ان احنا بنحاول ننوع، بمعنى بنجيب حالات difficult cases اوكي diagnosed by comparison، زي ما الدكتور هاني ابو الوفا عارض لنا حاله نيل ظريفه جدا، جايب تو نيل بريزنتيشن قريبين بعض جدا، وبيقول ايه هاو تو ديفرنشيت، او بنجيب حالات typical عشان برضو سواء الحقيقه مش عايز اقول للجينيورز بس، لا لكلنا كلنا يعني. انا ناوي ان شاء الله من اول الاسبوع الجاي هنبدا في سيريز من بعض الديزيزز ان تيبيكال بريزنتيشن. طب طب ما انا مثلا حد كبير شويه والاكسبيرينس، طب انا هستفيد حاجه؟ لا كلنا هنستفيد، وهنشوف هنستفيد ازاي، لان التيبيكال بريزنتيشن ساعات كتير جدا بتيجي بطريقه نستسهلها نقوم نتعامل معاها شويه بسطحيه او شويه مش عايز اقول بغرور يعني، وبالتالي الحاله بتفلت مننا. فعايزين نشوف كلينيكال بريزنتيشن دي بتيجي تيبيكال، وات از ذا تيبيكال بريزنتيشن اوف، مثلا زي ما انا دلوقتي شرحت لكم الحقيقه ذيس از تيبيكال كيس اوف هربيتك جنجيفوستوماتايتس، غير حالتنا بقى الاصليه اللي كنا منزلينها. فدي بنسميها educational كيس، فاحنا محتاجين educational كيس عشان نتكلم عليها ان ديتيلز، عشان نوت تو مس ا بوينت ان دايجنوز، نوت تو مس ان امبورتنت بوينت ان تريتمنت. فان شاء الله في اول الاسبوع الجاي ده على طول، انا يعني اذا كان في نصيب هنزل حلقه بكره او بعده، تيبيكال بريزنتيشن لحاله معينه انتوا هتبقوا غالبيتنا هنعرفها، وعلى طول بعدها بيومين ثلاثه بنعمل عليها فيديو نص ساعه. يعني بس طولت معاكم النهارده عشان وحشتوني من زمان ما قعدناش معاكم وفي لايف كيس، لكن ان شاء الله بقى هيبقى في محاوله للانتظام اكتر، وانا همشي زي ما اتفقت معاكم بسيريز للكلينيكال تيبيكال بريزنتيشن اوف سام ديس اوردرز، بعد كده هننوع لديفيكالت كيسز، هننوع لدايجنوز باي كومباريزون وهكذا. وان شاء الله نشوفكم جدا يا رب دايما على خير، وسعدت جدا بالشويه دول، وان شاء الله يا رب نكون يعني شويه مش صدعناكم، وشويه قدرنا تخرجوا ببعض المعلومات البسيطة، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.